طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. القوات العراقية تدافع عن كل عراقي، كل مواطن في الأرض العراقية يثق بهذه القوات أن تحميه. قطعة ماكو، بيت ماكو، أولادي أطول مني ولا واحد معرسة من عندهم. غير الدشداشة هاي بالعراق أنا متبرع بيها، الدشداشة هاي أساهم بيها بعمار البلد. راجعوا السنين الماضية شقصوا رفت أموال بالمصرف، راجعوا خلي هاي ياخذها اليسر لعبادي وحكومته. هاي الدشداشة غيرها الله شاهد ورسوله معه. أهلا بكم من جديد، اليوم نريد أن نتحدث حول البرنامج الحكومي الذي أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وتحدث التقرير عن إنجازات تحققت خلال 6 أشهر من عمر الحكومة في كافة الوزارات. طبعا راح نتابع بعد قليل يعني بالتفصيل كيف جاء التقرير، ونتابع ما أنجزته الوزارات، كافة الوزارات طبعا على رأسها وزارات الدفاع والداخلية والتربية والتعليم والتجارة والنفط والكهرباء وإلى آخره من الوزارات. وبعدين نجي نقرأ الأرقام بالأرقام. طبعا التقرير أشار إلى أنه بالمجمل أنه عادل عبد المهدي عندما استلم رئاسة الوزراء قدم برنامج حكومي. التقرير قال أنه تحقق من هذا البرنامج الحكومي خلال 6 أشهر 79.29% من الإنجازات. تخيل عزيزي المشاهد، كل هذه الإنجازات متحققة في على الأرض ونحن لا نعرف في العراق. طبعا أحد النواب علق على هذا البرنامج الحكومي وقال يعني النائب عن كتلة الحكمة الحسن فدعم انتقد التقرير نصف السنوي لتنفيذ البرنامج الحكومي وصفه بالمضحك والمخيب للآمال. وقال فدعم في تصريح صحفي بأن التقرير نصف السنوي تضمن ما منجز من البرنامج الحكومي خلال 6 أشهر الماضية بلغ ما نسبته 79%، في حين أن غير المنجز هو 20%. أضاف إذا كانت نسبة إنجاز وصلت إلى 79% فالعراق يعيش بخير والخلل في الشعب وليس في البرنامج الحكومي. وأشار إلى أن هذا التقرير لو يطلع عليه الشعب فلن تبقى لديه آمال بعد اليوم، متسائلا إذا كانت الحكومة لا تعترف بأخطائها فكيف ستعالجها أصلا. وأعلن المكتب الإعلامي كما أشرنا لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي التقرير النصف السنوي الأول عن تنفيذ البرنامج الحكومي والذي وضعت فيه نسب الإنجاز وغير المنجز خلال 6 أشهر الماضية. طبعا التقرير ما جاء فيه في الصفحة الأولى يقول تسعى الحكومة إلى بناء اقتصاد سليم وتقديم أفضل الخدمات لرفع مستوى المعيشة للمواطن من خلال برنامج حكومي متوازن يدعم مجموعة من القطاعات الخدمية والاقتصادية والأمنية عبر مشاريع طموحة وإجراءات وأنشطة من شأنها رفع العبء عن كاهل العراقيين. فبعد تكليف السيد عادل عبد المهدي برئاسة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب على المنهاج الوزاري والتصويت على الوزراء في الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 تشرين الأول وفقا للمادة 67، يقول التقرير يعكس هذا التقرير تنفيذ خطط ومشاريع الوزارات والجهات ضمن التزامها في البرنامج الحكومي لغاية نهاية نيسان من عام 2019، حيث تم تحقيق معدل إنجاز يصل إلى 79%
من مجمل مستهدفات مشاريع الوزارات والجهات في البرنامج الحكومي للفصل الأول والثاني من عمر الحكومة ويقول ما زال العمل مستمر لتحقيق كل مستهدفات البرنامج الحكومي. يقول يشكل التقرير وثيقة مهمة لصانعي السياسات ومتخذي القرار الحكومي تمكنهم من الوقوف على واقع الحال بغية دعم وتعزيز الإنجازات المتحققة والعمل على معالجة الأسباب التي أعاقت تنفيذ قسم من البرامج والمشاريع بوضع خيارات وحلول بديلة وأخذ القرارات المناسبة التي تضمن الاستمرار في تنفيذ البرنامج الحكومي وإيفاء الحكومة بالتزاماتها أمام المواطنين. طبعا يتألف هذا التقرير من مقدمة ومنهجية عمل وملخص تحليلي لتنفيذ البرنامج الحكومي وحجم ما تم تنفيذه من البرنامج، معدل إنجاز وحيود الحيود، يعني يقصد به أنه ما لم يتم إنجازه في الوزارات والجهات، مع تحديد أسباب الحيود، يعني تحديد أسباب عدم إنجاز المشاريع وتحليل لبياناتها، وكذلك ملحق تفصيلي لمشاريع الوزارات. إذن 79% من الخطة اللي وضعها والبرنامج الحكومي اللي وضعه عادل العبد المهدي بحسب هذا التقرير تم تحقيقه. إذن ليش الناس تطلع مظاهرات والكهرباء بحسب ما بالتقرير، ومثل ما راح نشوفه بعد قليل من خلال الصور والبيانات اللي نشرها التقرير، انه هناك انجازات كبيره اذا كان على صعيد وزاره النفط او الداخليه او الدفاع، والداخليه والدفاع قبل يومين يلا، بعد سنه من الانتخابات، اكثر من سنه، قبل يومين يلا صار عندنا وزراء للداخليه والدفاع. ويتحدث التقرير عن إنجازات في وزارة التربية ووزارة التعليم والكهرباء والمياه والزراعة والصناعة وكافة الوزارات، بل وكذلك تحدث التقرير ويعني أضاف أمانة بغداد والبنك المركزي. البنك المركزي لديه إنجازات كبيرة من خلال ديوننا اللي وصلت أكثر من 130 مليار دولار. معنا اتصال أبو الحسن من بغداد، فضل أبو الحسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو الحسن، حكومة عادل عبد المهدي، الله محييك، أهلا وسهلا بك. حكومة عادل عبد المهدي أصدرت تقرير يتحدث فيه عن 6 أشهر تم إنجاز 79% من البرنامج الحكومي اللي أعلن عادل عبد المهدي. أنت شلون تشوف أداء الوزارات على الأرض؟ أستاذ، أولا بشكل عام حكومة عادل عبد المهدي من استلام خلال 6 شهور لحد الآن لا يتم أي إنجاز. وأبسط مثال في بغداد عندنا هنا شوارع كلها تراب، ترابية، ومناطق كانت قبل الاحتلال أصلا هي مبلطة، جرفوها على أساس يبلطوها وتركوها، هاي إنجازاتهم. اثنين، سيطرت حزب الله والأحزاب الأخرى على بغداد وانتهاك حقوق الإنسان من قبل الأحزاب. يعني أنا أقول لك إياها، خارج بغداد، أطراف بغداد، إذا شخص يعني خاف يطلع من بغداد لأنه سيطرة الميليشيات، هي هاي ضمن إنجازات عبد المهدي. أيضا ضرب صواريخ من منطقة أو من محمد القاسم على السفارة أو على القوات الأمريكية، حتى إذا ضربوها ممكن أن يضربوها، بس اكو هناك اختراق للامن، لانه قد ما يكون ميليشيات تضرب مكانات بحد ذاتها اذا ماكو امن، ماكو سيطره، بالتالي القوات الامنيه تخاف من هذه الاحزاب، لانه اذا ضربتها ممكن الضابط او القوى الامنيه راح يصفوه. بالتالي ايضا على مستوى التعليم، الان مستوى التعليم رديء جدا جدا، بدليل انه هذه السنه نسبه الرسوب كلش عاليه. هسه بعد النتائج مال المتوسط البكالوريا والاعداديه، شوف والله اللي يدري، هي الابتدائيه والمتوسط المراحل الثاني والاول عدد كبير من الرسوب. بالتالي ايضا قسم من اطفال وشباب العراق تركوا مدارسهم ومدارس المتوسطة والإعدادية، بدأوا يبيعون بشوارع بغداد
كلينكس وسجاير، وايضا حتى يتناولون المخدرات. دخول المخدرات هذه انجازات عبد المهدي. دخول المخدرات الى مناطق الجنوب ووصلت بغداد ايضا عن طريق البصره، دخولها من ايران ومن المنذريه. هاي انجازات عبد المهدي، لانه دخول المخدرات بكثره العراق. اثنين عدم وجود خدمات الكهرباء، ساعه تطفى العفو ساعه تاتي لك وعشر ساعات طافيه. هذه الانجازات اللي يحكي عنها عادل عبد المهدي وحكومه عادل عبد المهدي. وايضا اعطيك معلومه استاذ عمر ابو خطاب، نعم. على مستوى الصحه، مستوى الصحه جدا رديء. يعني هذاك اليوم في بغداد في احد مستشفيات بغداد جابوا رجل يعني ما عندهم اكسجين حتى يخلوا له، هو حاله اختناق وبالتالي توفى نتيجه عدم وجود الادويه الكافيه او عدم وجود بشكل عام الادويه في المستشفيات الحكومه. هذه انجازات عبد المهدي. البوك السرقه، احنا ليش نبتعد عن اللي سواه عادل عبد المهدي ومن سواه حمايته وانهزم النقيب الى ايران عندما سرق بنك الزويه؟ يعني هي هاي انجازات الحراميه. نعم، انا اشكرك ابو الحسن من بغداد. نعم اشكرك وعذرا على المقاطعه. خلونا نشوف ابرز ما جاء في التقرير نصف السنوي وما تم تحقيقه من البرنامج الحكومي الذي اعلنه رئيس الحكومه عادل عبد المهدي. نشوف ونتابع مع بعض. نعم، هذا بدايه التقرير. رئاسة الوزراء التقرير النصف السنوي، وجاء في بدايه التقرير كما نشاهد انه تم انجاز الدائرة، الرسم البياني في الدائرة، تم إنجاز 79% من المخطط نسب الإنجاز للنصف الأول لسنة 2019، 79.29% معدل نسب الإنجاز والحيود الكلي للبرنامج الحكومي للنصف الأول من عام 2019. خلونا نتابع الوزارات. إذا نعم، وزارة الخارجية كما جاء في التقرير، أول وزارة تصدرت هذا التقرير. نجي على الإنجازات، الصورة اللي بعدها على سبيل المثال يقول تحسين ظروف العراقيين في الخارج. إذا نشوف الدائرة باللون الأخضر رقم 3 من فوق، الإنجاز 100% تحسين ظروف العراقيين في الخارج. طبعا هذا يرد علي العراقيين اللي بالخارج. الأخرى اللي تقرأ 100% إعطاء الأولوية للعلاقات الإقليمية، التحقيق 100%. يعني هسه احنا ما عندنا أي مشكلة مع دول الجوار، تمام. تسهيل منح تأشيرة الدخول للأجانب، طبعا ما واضع، مخليها بيضة. بس انتظر لي بالله قبل ما ننتقل إلى وزارة الدفاع، ممكن نرجع وقف لي إياها بعدين من أقول لك، تمام. خلونا نروح على وزارة الدفاع. وزارة الدفاع ناخذ الصورة الثانية ووقف لي اياها اللي بعدها، الصورة اللي بعدها، تمام، نوقف هنا. أنا يقول 100% تحقيق تكليف القيادة العليا في وزارة الدفاع، التكثيف الجهود الرامية لاستئصال. طبعا حتى التقرير، يعني حتى التقرير إذا تجي تقرأ مقتطع من عند الكلمة زين، شلون انت من يجي واحد يريد يقرا يفتهم هاي نسبه شنو هاي نسبه شنو؟ الاستفاده من الطاقات العظيمه 50% ب 50% تم تحقيق، تكامل مع وزاره الصناعه 100% الانجاز. لا، ما في انجاز، يقول لك ما في هاي، لا الجماعه صدقوا بيها. البدء بتطبيق برنامج يشجع ويحفز، شو يحفز ما نعرف. هذا تقرير على مستوى دوله يقول 70%. هذا وزارة الدفاع. طبعا مثل ما قلنا انه احنا قبل يومين صار عندنا وزير دفاع، يعني من اشتغل ما اعرف. ناخذ الوزارة اللي بعدها، وزارة النفط. هاي وزارة النفط، ناخذ النسب بالتفصيل. اول دائرة من فوق اللي هي تقرأ 71%، الاستمرار في تطوير الطاقة 71%،
التعجيل في تطوير وتوسيع الحقول النفطية 68%، القيام بدور بناء وفاعل، شنو وراها ما ندري، 300% ما شاء الله، إكمال مشاريع المصافي 95%، تشكيل فرق هندسية 100%، يعني حتى لغويا وأملائيا التقرير يحتاج إلى مراجعة، دراسة تقليص مساحات ما أدري شنو 100%، التركيز كذا كذا، يعني مشكلة. تشكيل فريق هندسي استشاري تقليص المحرمات النفطية، ناخذ وزارة الداخلية اللي هم صار لنا وزير قبل يومين بوزارة الداخلية، ها وزارة الداخلية كما جاء في التقرير، إذا أكو اتصالات قل لي، تمام. ناخذ النسب، يقول الجهود الرامية لشنو ما ندري 48%. فك الاختناقات المرورية، بالله نجي عليها، فك الاختناقات المرورية، إذا شوفها عزيز المشاهد ثالث دائرة الأخضر من فوق 100%، يعني ما شاء الله بغداد ما بيها لا ازدحامات ولا سيطرات والشوارع كلها مبلطة، لا تعليش الناس تطلع مظاهرات وتطالب وتحشي، استكمال تسجيل المركبات 100%، تحسين الخدمات الأمنية 47%، إعادة تنظيم الشرطة 18%، نعم، فتح المنطقة الخضراء 100%، هذا إنجاز جيد، تفعيل أنظمة المرور 100%، هذا على مستوى وزارة الداخلية، والله الأمور طيبة ما شاء الله. ماشي، معنا اتصال من البصرة، محمد من البصرة، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. طبعا انا مشتاق لسماع صوتك، لانه صار لي فتره بصراحه ما سمع صوتك. حياك الله يا اهلا بيك، الله يسلمك. محمد، شنو رايك بهذا التقرير، تقرير السته اشهر مالت الحكومه والانجازات اللي تحققت؟ اي انجازات استاذ عمر، هاي الانجازات اللي هسه انت حكيت فيها كلها 0%، ما إذا شيء هم يتكلم عن إنجازات، أي إنجازات؟ ماكو أي إنجازات. هو أنت شايف لك حكومة تجي بالتزوير تسوي إنجازات، هم إجوا بالتزوير، يعني شنو الإنجازات اللي سووها؟ إذا شنو إنجازاتهم؟ إنجازاتهم شنو؟ يعني مثلا آخر إنجاز البارحة الشيخ، ويتمنى الشيخ الله يحفظه ويحفظ كل عراقي شريف، مثل الشيخ عماد خلف نايف البنزوني، زين، ونتمنى كل الشرفاء ان شاء الله الله يحفظهم حتى يمكن ثورة على هذول المجرمين، بصراحة هذول المجرمين. اي انجازات يتكلمون عنها؟ البلد دمروا البلاد والعباد، وهم يحكون بالانجازات، يعني هذا مثل واحد يكذب ويصدق كذبته. اي انجازات يتكلمون عنها؟ يا انجازات، الانجازات شنو الانجازات؟ انجازات منو؟ انجازات التعليم، يعني هو البلد شلون يقيم وضعه؟ إذا احنا لا عندنا لا عدل ولا صحة ولا تعليم، يعني لأني أساس الحياة، أساس الحياة وأساس، إذا كان أكو دولة، أنا ما أسميها دولة، أنا أسميها سلطة الميليشيات. ما عندهم هم أي إنجازات، منهم إنجازاتهم هذا الحرق بال المحاصيل، إنجازاتهم لو الماء المالح اللي جابوا للبصرة، لو المتظاهرين اللي يركضون وراهم، ناس تدافع حقوقها، زين، بصراحة أنا ما أسميها مطالب، وعيب على كل متظاهر يقول أنا أطالب، شنو الطالب؟ هذا حقنا ناخذ غصبا عنهم، إحنا أهل البصرة وإحنا خير العراق، نفضل من يطلع لي متظاهرين، وإحنا يعني إلى متى نبقى هالشكل أستاذ عمر؟ 16 سنة وإحنا نطلع مظاهرات، يعني شنو؟ والله عيب، والله العظيم عيب، يعني عيب علينا وعيب على هذه السلطة اللي ما يعني هي حكومة جايب التزوير وجايب الاحتلال وجماعة أمريكا وجماعة إيران. يا أستاذ عمر، يا ابن الحلال، إذن لا يقدمون ولا يقدمون أي شيء، يعني أكو نظرية في الراقد الشيء لا يعطي، إذن ناس فاشلين، ناس ما يقدرون، يعني هم ما عندهم قدرة على أنفسهم أنه شلون يحمون البلد، يعني يا أستاذ عمر، يا بعد روحي، يتفضل أستاذ عمر. أنا أشكرك محمد من البصرة كان معنا. نرجع على التقرير، نأخذ وزارة الكهرباء، صورة
جاية ناخذها عزيز المخرج. وزارة الكهرباء الصورة اللي بعدها نوقف هنا أنا. يقول العمل فورا لاتخاذ كل الإجراءات 75% أول صورة من فوق. البدء فورا ببناء القدرات 100%، ما شاء الله، تنفيذ خطة شاملة 100%، إكمال نواقص نقل القدرة يقول 100%، إعداد نظام عملي 100%، اعتماد العدادات 98%، تخفيض أجور الكهرباء 100%، إكمال نواقص شبكات. طبعا وزارة الكهرباء، وزارة الكهرباء اللي انصرف عليها أكثر من 40 مليار دولار منذ الاحتلال ولغاية الآن، ويقول لك هذه نسب تحققت في وزارة الكهرباء. ما أدري، خل نروح على وزارة المالية نشوفها عزيز المخرج. نشوف وزارة المالية، نروح على النسب بشكل واضح. نعم، وزارة المالية تقول إعادة النظر بفلسفة الموازنة 64%، الفلسفة اللي تم توزيع أموال الموازنة على النواب. الانتقال إلى الحوكمة 76%، الانتقال من فلسفة، يعني هذا حكي فلسفي، شنو احنا جايين ندرس نظريات لو نحقق إنجازات في وزارة المالية؟ نرجع للصورة. أي والله. يقول اعتماد الجبال الإلكترونية 60%، تطوير النظام المصرفي 130%، ما شاء الله، المصارف عتلة التنمية 81%، السعي للانتقال إلى اقتصاد ما أعرف شنو ما مكمليها، لازم ترجع على الصفحة الأخيرة 68%، تسديد مستحقات المقاولين 100%. بالله خلينا نشوف لنا واحد من المقاولين إذا يسمعنا يتصل بينا، هل الحكومة سددته؟ مراقبة الدين الداخلي والخارجي 76%، مراقبة زين سددتها لو بعد. الانسجام مع السياسات المالية 60%. ماشي، نرجع للاتصالات. معنا اتصال أبو حسن من بغداد، تفضل أبو حسن. أبو حسن، السلام عليكم أخوي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شنو رأيك بالإنجازات خلال 6 أشهر؟ الله أكبر، إحنا بالجنة أخي. نعم. الإنجازات مال دولة عادل عبد هذا ما تقل يعني عن إنجازات القبلة. يعني تجي للصحة ما شاء الله، الأدوية من برا، وبين يوم ويوم طفلين يموتون بالمستشفى مال بديل تطب، هاي وحدها، هاي إنجازات عظيمة. تجي للزراعة، الزراعة حرق المحاصيل وتدمير البنى الزراعية، هاي إنجازات. تجي للكهرباء، الله، يعني 24 ساعة الكهرباء منورة، يعني تحس ببغداد انت وين، بطوكيو ما ادري بفرنسا ما تعرف. ايش قد تجيكم الكهرباء؟ الحمد لله وشكرا احنا زين، يعني بكل ساعتين تجي ورا 5 ساعات يلا تجي. لا زين، ها تجي للامان، يعني الحدود محدود ما شاء الله، لازمه من حديد مو من شينكو، لا طب لا مخدرات لا طب ممنوعات، هاي زينه انجازات زينه. السرقات هذول العصابات اي واحد يبوق جغاره الحكومه قبل لازمه تكسر ظهره، ما شاء الله شنو الانجازات. تجي على الحفر ما شاء الله بالطريق، يعني كارثي، يعني عبالك تمشي على زبد، الله اكبر شنو الانجازات. تجي على الأمان، الأمان يعني فدي احترام للإنسان بكل مكان. تجي للتعليم، نعم. ما شاء الله الخريجين حائرين، واحد بكيفه يريد يعني يتوظف لا مكان، هاي ما كل شيء يعني جنة، احنا بنعيم. تجي للمناهج التدريسية، الله الله، يعني يخافون على المناهج بشكل وما يغيروها، يعني ما يروحون لإيران مثلا يقول لك غيروا المناهج، هاي احنا بنعيم. نعم. واشياء هوايه والله، يعني هسه عايش شايف وين؟ عايش بفرنسا، الجو الحلو، هاي وحده. ممنوع الدوله تشوف واحد مثلا يعتدي على رجل، على امراه، اذا نعم، او منشيات تغتصب مره، يعني رئيس الوزراء هذا عنده غيره وشرف. نعم. فيجي يعدم المتسبب بنفس المكان، شنو الكرامه هاي عند الحكومه هاي؟
وهذا الخنزير الجعفري لما يقول حكومة ملائكية، هاي الملائكية ما الحج بالدعوة العميل، هاي الخيرات اللي جابوها عنا ويقول لك 79% و23 يعني بالمعرف، يعني شو الإنجازات؟ احنا انا هسه حاير ما ادري وين اذب الفلوس، يعني اصرف مملحق وتجي على الحصة التموينية ولا ابقى عليك عمر، تجي على الحصة التموينية يا اخي توصل بيك، تتوصل بيك الحكومة تقول لك يا بخاف محتاج شيء، خاف عندك نقص بالاكل، يعني حايرين حاير وين ودي الاكل. نعم بعد احنا وين لقيت انجازات؟ انا اشكرك ابو حسن من بغداد. النفط. نعم اشكرك ابو حسن من بغداد كان معنا. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. هذول الطلاب شو قاعد يعبون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. خلونا نرجع الى التقرير اللي اعلنه مكتب رئيس الحكومه. وصلنا الى وزاره التخطيط، نشوف وزاره التخطيط. هاي وزاره التخطيط المحور الخامس الخدمات والتنميه البشريه. نجي على معدل الانجاز، هاي الصوره معدل الانجاز، يقول اعاده النظر بدراسه الجدول الاقتصاديه 100%، التكامل مع وزاره الماليه 77%. يقول إعادة النظر بشروط إحالة المقاولات 100%، وضع معايير وتفعيل القوانين 100%. هذا وزارة التخطيط. خلينا نجي على وزارة التجارة، الصورة اللي بعدها. هاي وزارة التجارة، تقوية الاقتصاد كما جاء محور الرابع. هذه النسب شو يقول بالله؟ يقول دراسة وضع البطاقة التموينية، تموينية دراسة وضع 100%. احنا قلنا دا ندرس ما شاء الله، عندنا علم النظريات. تسهيل إجراءات منح إجازات، يقصد بها إجازات المطاحن وغيرها 80%، والاستيراد والتصدير. فتح نافذة إلكترونية 100%. بالله وضع البطاقة التموينية اللي العائلة العراقية ما تستلم بالشهر، هاي إذا استلمت مادة أو مادتين، يجي بهذا التقرير يقول دراسة وضع بدل ما يقول أنه تحقق توزيع مواد على الشعب العراقي بكذا نسبة. ماشي، خلونا نأخذ اتصال معنا. أم أزهار من بغداد، تفضلي أم أزهار. أم أزهار السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك أم أزهار. شنو رأيك؟ القناة العظيمة وعاملينها بالنسبة الإنجاز. أنا أريد أقول، نعم أريد أسألك، أنا أريد أسألك على وزارة التجارة البطاقة التموينية. نعم. إيه شنو رأيك بها؟ البطاقة التموينية. نعم. والله البطاقة التموينية كل 3 أشهر 4 أشهر نستلم بطلين هذا زيت أو كيل وشكر أو تمن مدوج أو طحين، ما شو ما يصير بي. هاي البطاقة التموينية هاي إنجازاتهم وهاي عطائهم إلى الشعب. بس أنا شو أقول عادل زوية إنجاز 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 عظيم جدا هو والحلبوسي ورئيس الجمهورية، اللي هو هم خلوا إيديهم ثلاثتهم بإيد سليماني وإيران وحتى يحكمون هذا البلد، وهو هذا الإنجاز العظيم اللي قاموا به، والمشكلات اللي قاعد تضرب تقتل البشر وتقتل الأطفال وتقتل الشيوخ، والموصل اللي تم تحريرها هو إنجاز عظيم
تم تحريرها وبعدهم النازحين قاعدين ميتين من العطش والحار بالخير، والبصرة اللي جافة ميتين من الحار وماكو عليها كهرباء، وبغداد بالذات بغداد تجي لها 3-4 ساعة وتطفي 4-5 ساعات الكهرباء. هاي الإنجازات مالتهم اللي هم يعني أنا أقول ما يستحون هذول، هذا ما عنده خجل، ما عنده يعني حياة حتى يقعد يكتب له كلف نفسه سوى إنجازات. أو هم لا الوزارة سوى إنجازات ولا البرلمان ولا رئيس، هم إنجازاتهم كلها سفار متونسين ويبوقون وما يلحقون، وهاي إنجازاتهم للعراقيين. لكن العراقيين ما راح يفكون عيونهم. هذا الموارد العظيمه مال العراق وين راحت؟ كلها انسلبت. اما المالكي اما حزب الدعوه والمالكي دائما يكرر انه احنا اخذناها بعد ما ننطيها، يابا بالعافيه عليك، اخذ بالحرام كله. باكر رب العالمين راح يجازيك مجازات، راح يخليك تشعل بهالنار ومصلحك انت واهلك وحتى اولادك وكلهم من الجعفري الى المالكي الى الحكيم اللي هو انجازاته يقعد يخطب ويقول انا الحاكم وانا ويخطب بهالولد ويحكي بالعداله ويحكي بالقانون. وهو الكراده ونص والمزارع مال صدام اخذها كلها مال عمه مال جده، ونص الكراده هو ما اخذها متنصب بها وخلى حراس دار مدارع من الاوباش مالتهم. نعم انا اشكرك ام ازهار. الله اشكرك ام ازهار من بغداد كانت معنا. نرجع الى وزاره التربيه ونشوف وزاره التربيه والنسب اللي جت في التقرير نشوفها. هاي وزاره التربيه الخدمات والتنميه البشريه والمجتمعيه. نجي على النسب. تمام النسب هنا يقول الاستثمار بتطوير المناهج بما يسهم في تطوير الطالب 13% فقط. القيام بدورات التطوير ماكو، يقول لك صفر. تستمر الوزاره بانجاز المدارس 21%. والله لو 21% خلال هذه 6 اشهر كان هسه بكل محافظه انبنت على الاقل 10 مدارس. على كل حال نجي على وزارة التعليم. على وزارة التعليم، وزارة التعليم نعم تمام. نجي على النسب. دخول الجامعات في التصنيفات العالمية 75%. اعتماد توأمة حقيقية للجامعات 93%. خطط لخفض الترهل وإشاعة ما أدري شنو 82%. التشجيع على تأسيس الجامعات الأهلية 100% طبعا، لأن هنا بها فلوس للسياسي وللأحزاب والمتنفذين فتبنون جامعات أهلية. تشجيع الاستثمارات في الكليات 100%. زين هو هذا إنجاز لوزارة التعليم بدل ما تقول أنه الجامعات العراقية وين آخر تصنيفات انحدار للجامعات العراقية. يعني جامعة بغداد واصلة 700 وكسر من تعداد 1000 جامعة حول العالم. شنو الإنجازات اللي تحققت؟ ناخذ وزارة العدل بعدها. وزارة العدل حدث ولا حرج عن المعتقلين في السجون والمعاملة اللي يتلقوها المساجين. يقول إصلاح نظام السجون العراقية 100%. ما شاء الله. ربط جميع دوائر التسجيل العقاري، هاي بعدها ما واصل لها الجماعة صفر بعدها. تخيل إصلاح نظام السجون العراقية ما تحقق منه خلال 6 أشهر 100%. ويومية تطلع لجنة حقوق الإنسان اللي تابعة للبرلمان تتحدث عن ضيق السجون وامتلائها. إذا السجن يأخذ 1000 بـ 10,000، وعن المعاملة السيئة وعدم انهاء ملفات المعتقلين اللي معتقلين على المخبر السري او معتقلين بتشابه الاسماء، والابتزاز اللي يلاقوه الاهالي اللي يدفع له شدتين وثلاثه حتى ابنه يطلع او حتى ترفع اوراقه. واكو الاف الحالات مفرج عنه وباعتراف
سياسيين ونواب، هو مفرج عنه القاضي من الطيف راج، بس الجماعة ما يطلعوا والله ألا تطونا شدتين وثلاثة ألا نطلعه. ويقول لك وزارة العدل حققت إصلاح نظام السجون العراقية بنسبة 100%. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو عمر شنو رأيك بهذا التقرير؟ بس والله باختصار. دكتور عمر نعم. تفضل. اي باختصار يعني فكرت دقائق تعطينا مجال ما تنقلب. إيه ماشي اي بس حتى نظل احنا نظل بالنقطة ما نتفرع. لا ما نتفرع. تمام. دكتور عمر احنا طمع مو زين ترى، طمع نعم. اوسخ من النجاسة. فاحنا اذا نطمع بالزايد الحمد لله كل زين. الحصة كانت الدم صدام عشرين ما كانت زينة. زين 20 مادة، حصة انت عندك 100 اضافت لها طبعا مع احترامي لك العرق والويسكي والمخدرات هاي كلها انضافت للحصه الثمينيه، بعد شو تريدون؟ بعد اكو احسن من هاي؟ زين انت عندك البارات الملاهي وصالات القمار عمار بنفسه اعترف قال 72%، هذا الدم العادي الجويه صارت 100%، بيوت الدعاره اذا كانت 20 40% حتى صارت 100%، بعد شو تريدون يا عراقيين يا ابطال يا ورده؟ تعليق واحدة من هاي الإنجازات هاي لا. هو من إجا أخذ نسبة راح سأل جماعة كلهم طلعوا لي نسبة الأغبياء يصدقون بالعراق إنه هذا الإنجازات صحيحة يصدقوها أنا عليه قال أنا 79 و29%، قال بقول نسبة هاي قول 79 و29%، قسما بالله صار نص حمر، قسما بالله هذا هرب ما يقارب 20 مليار 30 مليار خلال هالسبنتيكور كانت شهر وصلنا بالله هذا نعم. ما عدا الرواتب قسما بالله العظيم قسما بالله العظيم هرب 30 مليار هذا هرب نعم جيب وتستاهل كلها تستاهل. يقول لك احنا نسوي ثوره على شنو نسوي؟ على تقول لك قلعكم انتم حرامي ما هم قلعوكم وقلعوكم ولعنوا صبحكم بعد بقوا بيكم جيب وطالع فوقها يكذب طلع يهينكم إهانة من هاي التمام ويكذب بيكم. إذا ثورة مسلحة ما تقدرون عليه عمو، انتظر الضربة من تصير الضربة إن شاء الله. لكن وقت تجيب السحب وتقول يا لثارات العراق. لا تقول لثارات عمر ولا ثارات العراق. نعم أنا أشكرك أبو عمر من السليماني أشكرك. خلونا نتابع التقرير والله، نتابع وصلنا إلى وزارة الصحة، وزارة الصحة والبيئة، نشوفها. وزارة الصحة والبيئة، نجي على النسب. يا أبو الأمور طيبة هنا. يقول المباشرة فورا بتقييم الوضع الصحي 100%، تعزيز النظام الصحي في العراق 100%، الإسراع بتقييم الوضع الصحي 100%، تعزيز قدرات وزارة الصحة 100%، اعتماد أنظمة وأساليب وضوابط 100%، المباشرة فورا لإكمال بناء وتجهيز المستشفيات 100%، العمل مع كل القطاعات الحكومية 100%، العمل بتنسيق متكامل 100%. بعد احنا ما يابا الحكومة احنا قاعد نتبلع عليها الظاهر. هنا طبعا شيء هنا دا يجي يقول انشاء المستشفيات ان كان في الانبار في قضاء هيت قضاء حديثة قضاء القائم قضاء سامراء قضاء الدور، ما شاء الله يعني انجازات وكلها 100%، كلها 100%. نعم معنا اتصال ام عبد الله من بغداد، تفضل يا ام عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. تحيه لحضرتك الى قناتكم الشريفه والى كل العراق الشريف. استاذ يعني هذا اللي تذكره انت حضرتك بالنسبه للتقارير يعني تقرير بيقدم تقرير يعني معناها انه رئيس الوزراء هو اصلا مغيب عن كل اللي يصير بالعراق، يقدموا له تقارير اصلا لا هو يقرا ولا هو يشوف مطالب الشعب، لانه اصلا هو خليك كدميه يعني انا اعتبره كدميه، وحتى الوزراء مع احترامي للشرفاء من عندهم نعم يعني هم ما لهم اي سلطه او سيطره في بعض الحالات. بس لما نشوف ترى كل الاحزاب اللي موجوده ومتحفظه الوزاره كلها مافيات نعم على انه حققت انجازات انفسهم وضعوا رواتب حتى
الراتب والله حتى للطفل راتب. زين هذا العاطل شوكت راح يشتغل؟ النازح شوكت راح يرجع الى داره؟ الفلاح شوكت راح ينفوح حوافز حتى يقدم انتاج زراعي جيد للعراقيين؟ قبل فتره او قبل يومين انه منعوا استيراد الخضروات والبيض من ايران، راسا صعدت طبقه البيض من 2.5 صعدت الى 5.5، يعني بحيث الناس تفاجأت بهذه الاسعار. يعني كل شيء مغير في العراق. نعم. الى هذا احنا الوضع الامني، اذا هو الوضع الامني غير مستتب، لا دور للجيش العراقي ولا دور للشرطه. لهذا نشوف انه داعش في كل فتره تطلع لها بمنطقه. زين ليش تطلع لها بالمناطق الشرقيه؟ ليش تطلع بالمناطق الخارجيه من بغداد؟ ليش ما طلعت في المناطق الجنوبيه؟ زين بعدين الصراع اللي موجود بين ايران وامريكا عبد المهدي ما إلى أي شغلة ولا لرؤساء القيادات العسكرية، هي صراع ما بين الاثنين، والحشد يقوم بعملية مع الحرس الثوري في إخفاء الأسلحة اللي موجودة عندهم من قبل حتى لا تشوفها أمريكا. نعم يعني أنا أشكرك أم عبد الله من بغداد كانت معنا. نستكمل بالدقائق الأخيرة على وجه السرعة، نأخذ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. عزيزنا المخرج على الصورة اللي بعدها، يقول قاعدة بيانات عن العراقيين 97%، ما شاء الله قرة عينكم. مشروع تشغيل الشباب 100%، إذا ما عندنا بطالة إحنا هذا المشروع مكتمل، يجوز يعني بعد أيام كل الشباب العراقي يشتغل. مراكز التدريب 48%. نجي على وزارة الصناعة والمعادن اللي بعدها، وزارة الصناعة والمعادن، نعم الصورة اللي بعدها، نوقف يمها اللي بعدها، تمام. يقول تحويل الأصول الجامدة إلى أصول متحركة 100%، تقديم دراسة لعدد المصانع 100%، توحيد شروط وامتيازات 100%، منح الأراضي للأغراض الصناعية 67%، فتح الباب للاستثمار الخارجي 100%، التكامل مع وزارة الصناعة العراقية 100%. ما شاء الله، هاي وزارة الصناعة والمعادن، تكامل مع وزارة الصناعة العراقية، ما هي وزارة الصناعة تتكامل مع نفسها يعني شلون؟ على كل حال معنا اتصال ام زينب من بغداد. تفضلي ام زينب. ام زينب السلام. تفضلي ام زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بيك. اقول لك يا ابني عمر، نعم هذا كله اللي جبته اللي تحكي كله هذا صح مو غلط، لهم للخضراء نعم بيعطون الامريكا التقرير مو للشعب. الناس حتى تعرف أمريكا شو ناقصهم، أن هم إصلاح التعليم 100%، ويجن وين قاعدين مضحيين لو قاعدين وين يا أبني بتوع كل هذا الأمريكا تخطيط أنه الهوم شو ناقصهم وشو اللي زين مكتفين به هم، ولا لا للشعب ولا المحسن. عفوا زين يا شعب العراقي عرفها زين، هذا التقرير الأمريكي نواقصهم وشو مكتفين هم به. نعم ولا مو للشعب هاي هذا اللي عندي أقوله الآن. شكرا. نعم أنا أشكرك أم زينب من بغداد كانت معنا. بس قبل ما نختم، وزارة الزراعة يقول توسيع وتجربة القرى العصرية 50%، تشجيع الاستثمار الزراعي 71%. نجي على وزارة النقل، إذا نقدر نعرض الصور تباعا ماكو مشكلة. يقول وزارة النقل إنجاز ميناء العراق الكبير 100%، زيادة الاعتماد على السكك الحديدية 100%، رفع طاقة الموانئ الحالية 100%. هاي وزارة النقل. وزارة الاتصالات اللي يعاني منها العراقيين إن كان على القطاع الخاص أو الحكومي، يقول مضاعف السعة وسرعة شبكة الانترنت 100%، خدمة الهاتف الأرضي 100%، تقديم الاستشارات الخدمية 100%. الأمور كلها زيانة. وزارة الإعمار والإسكان، إنجاز تحلية مياه البحر في البصرة 57%، إنجاز طرق لمدن العراق 93%، إكمال طريق المرور السريع 117%، إكمال مشاريع المجاري والماء 90%، خطة لإنشاء الطرق 88%. وزارة الشباب والرياضة يقول وضع الإجراءات العملية 86%، التفكير بإعادة بناء ما أدري شنو 100%،
الدعم المعنوي والمادي 100%، إعادة الفعاليات الشبابية 100%، تشجيع الأندية الرياضية 100%، إكمال الأبنية الرياضية 153%. وزارة الموارد المائية نختم بها، إعادة النظر بالسياسات المائية 30%، مشروع تبطين القنوات 10%، وضع الخطة بالأرقام 43%، السعي لزيارة الخزين المائي 99%، كري الأنهار 60%، العمل الجاد والسريع بالتعاون مع باقي القطاعات 32%، وزارة الثقافة والسياحة آخر شيء جتي تحويل الأصول الجامدة 100%، وتشجيع حركة السياحة 97%. للأسف ما أسعفنا الوقت حتى نكمل باقي الوزارات وأمانة بغداد والبنك المركزي. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، استعرضنا فيها التقرير النصف السنوي الذي أعلنه مكتب رئيس الوزراء وحول الإنجازات التي تحدث فيها التقرير. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.